الأشواط المثيرة. وشو الشوط الثاني ينطلق على الهواء مباشرة. وأرحب بأخي وزميلي شجاع العتيبي معلقا على هذا الشوط الثاني. شكرا محمد بن بريك المري. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نستعين. متابعينا مشاهدينا في كل مكان، مع تحديات سباق الهجن التراثي ضمن فعاليات مهرجان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه، مع تحديات وانطلاقة شوطنا الثاني وانطلاقة المشاركين الباحثين عن الناموس في هذا الصباح. نتقدم مع المركز الأول، هنا يحضر عبد الله بن سالم بن محمد الصعاق من ينطلق مع أول الأسماء وأول التحديات باحثا عن الناموس الغالي في هذا المهرجان الغالي. من يحضرون أبناء القبائل في هذه اللحظات في هذا السباق التراثي مع هذه التحديات المميزة والكبيرة. المركز الثاني، مركز الوصافة، هنا من مسفر بن راشد بن مسفر المري من ينطلق مع ثاني الأسماء، وأكبر مشارك من يحضر في هذه التحديات وفي هذه الانطلاقات. نتمنى له التوفيق ولجميع المشاركين الحاضرين، نتمنى للجميع التوفيق والنجاح والناموس، ولكن الناموس لا يتسع إلا لشخص واحد هو الفائز بالمركز الأول. المركز الثالث، مبارك بن عمر بن مبارك الشايق الهاجري من يتواجد شعار الهاجري مع المركز الثالث. والمركز الرابع، الوصول في هذه اللحظات من قبل زيد بن عبد المحسن بن زيد بن انديلة، ولكن راقب الوصول من حزام بن محمد بن حزام بن انديلة من المركز الخامس إلى المركز الثالث. المركز السادس في هذه اللحظات، محمد بن محسن بن هادف الحسناوي من يتواجد مع المركز السادس. والمركز السابع، الوصول من حزام بن هادي بن راشد بن هادي بن قرح من يتواجد مع المركز السابع. والمركز الثامن، الوصول من جلوي بن عبد الله بن راشد الزعبي يتواجد هنا جلوي مع المركز الثامن. والمركز التاسع، يصل هنا وينطلق فيصل بن عبد الله بن راشد الزعبي، هنا فيصل يحضر مع المركز التاسع. والمركز العاشر، يصل في هذه اللحظات علي بن حزام بن عبد الله بن راشد بن انديلة من يتواجد مع المركز العاشر. وايضا الوصول من شعار عبيد او من عبيد بن حمد بن صالح آل سنيد من ينطلق في هذه اللحظات، ولكن العودة مباشرة الى المركز الاول. من يتربع على عرش الصدارة، من يتربع على عرش المركز الاول، هنالك من ينطلق ويتقدم في صدارة هذا الشوط. من ينطلق شعاره على المركز الأول، ومن يتواجد عبد الله بن سالم بن محمد الصعاق من يتواجد مع صدارة هذا الشوط باحثا وطامعا بالمركز الأول. ولكن القدوم والوصول من حزام بن محمد بن حزام بن انديلة المري يتواجد مع مركز الوصافة. المركز الثالث، مبارك بن عمر بن مبارك الشايق الهاجري يقدم ويتقدم مع المركز الثالث. المركز الرابع، الوصول بن زيد بن عبد المحسن بن زيد بن انديلة من يتواجد مع المركز الرابع. والمركز الخامس في هذه اللحظات، يصل هنا جلوي بن عبد الله بن راشد الزعبي قادم مع المركز الخامس. والمركز السادس، الوصول من محمد بن محسن بن هادف
الحسناوي من ينطلق ولكن يصل في هذه اللحظات فيصل بن عبد الله بن راشد الزعبي يتواجد مع المركز السابع والمركز الثامن الوصول والقدوم من علي بن حسام بن عبد الله بن راشد بن انديله، والمركز التاسع يصل هنا شعار السنيد عبيد بن حمد بن صالح آل سنيد المري، والمركز العاشر هنا هادف بن سعيد بن راشد الزعبي. وصل هادف في هذه اللحظات، وصل هادف في هذه اللحظات قادم من الصفوف الخلفية، ولكن المقدمة والصدارة والانطلاق الأول هنالك مع الصعاق وبن انديلة مع المركز الأول والثاني من يبتعدون عن بقية الأسماء. هذه هي المعركة ما بين الصعاق وما بين بن ديلة، من يتواجدون مع المركز الأول والثاني باحثين وطامعين بناموس هذا الشوط لمن الناموس في هذا الصباح. 800 متر أخيرة اقتربنا من الناموس في هذه اللحظات ما بين الصعاق ما بين بن انديلة. هنا حسام بن محمد بن حسام بن انديلة مع المركز الثاني، ولكن عبد الله بن سالم بن محمد الصعاق وبن انديلة الصعاق وبن انديلة الامتار الاخيرة الامتار الخطيرة الله 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 بن انديلة الصعاق وبن انديلة الامتار الاخيرة ولكن راقبوا علي بن حسام بن عبد الله بن انديلة قادم علي، ولكن الصعاق سلام يا الصعاق سلام يا عبد الله يا بن سالم يا بن محمد يا الصعاق على هذا الفوز وعلى هذا الناموس المشرف في هذا المهرجان المشرف في هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع. الصعاق يغادر بناموس هذا الشوط سلام يا الصعاق سلام تهانينا والناموس لعبد الله بن سالم بن محمد الصعاق. المركز الثاني حسام بن محمد بن حسام بن انديلة، المركز الثالث علي بن حسام بن عبد الله بن راشد بن انديلة، المركز الرابع كان الوصول من قبل عبيد بن حمد بن صالح آل سنيد مع المركز الرابع، والمركز الخامس فيصل بن عبد الله بن راشد الزعبي، والمركز السادس مبارك بن عمر بن مبارك الشايق، والمركز السابع كان الوصول من زيد بن عبد المحسن بن زيد بن انديلة، المركز الثامن هادي بن سعيد حزام بن هادي بن راشد بن هادي القرح، والمركز التاسع هادف بن سعيد بن راشد الزعبي، والمركز العاشر علي بن حسام بن علي بن محمد بن انديلة. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في هذا الصباح وفي هذا السباق التراثي الذي يجمع أبناء القبائل الحاضرين بهذا الموروث الكبير وبهذا الماضي، ومن يتجدد الماضي مع هذا معهم هؤلاء الأشبال من يحضرون في هذا التحدي وفي هذه الإثارة. تهانينا والناموس لعبد الله بن سالم بن محمد الصعاق من حضر في هذا الشوط المميز والكبير وهذه المنافسة المثيرة ما بين عبد الله بن سالم بن محمد الصعاق وما بين شعار بن انديلة حزام بن محمد بن حزام بن انديلة. من حضر في هذا الصباح بهذا الأداء المميز وبهذا الأداء الكبير الذي لا يستغرب معه من حضرت هذه المنافسة في هذا التحدي وفي هذه الإثارة. تهانينا والناموس لعبد الله بن سالم بن محمد الصعاق على هذا الناموس الكبير في هذا المهرجان
مهرجان أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. وفي هذه التحديات الصباحية لهذا السباق التراثي تهانينا والناموس لجميع الفائزين وحظا أوفر لمن لم يحالفه الحظ. تهانينا لعبد الله بن سالم بن محمد الصعاق على هذا الإنجاز المميز والكبير وتوقيته ممتاز 6:57 ثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا لعبد الله بن سالم بن محمد الصعاق من حضر وتواجد بكل قوة وبكل جدارة. المركز الثاني كان حزام بن محمد بن حزام بن نديلة 6:59 سبعة أجزاء من الثانية. تهانينا لحزام بن محمد بن حزام بن نديلة على هذا الإنجاز من حل وصيفا لهذا الشوط. المركز الثالث حضر فيه مع المركز الثالث من تواجد هنا علي بن حزام بن عبد الله بن راشد بن نديلة من حضر مع المركز الثالث بتوقيت زمني 7:07 ستة أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك لعلي بن حزام بن عبد الله بن راشد بن نديلة. والمركز الرابع عبيد بن حمد بن صالح آل سنيد المري من أتى مع المركز الرابع. تهانينا وألف مبروك لجميع الفائزين.